للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل. دكتور، بعد التحية، خلال السنوات الماضية حققت الدولة طفرة كبيرة في مجال البنية التحتية. برأيك وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، كيف يمكن تطوير شبكة الموانئ المصرية وتعزيز القدرات الشاملة للدولة؟ يعني خلينا في البداية أرحب بحضرتكم ومشاهدين حضرتك الكرام، وخلينا نأكد أن القيادة السياسية منذ المسؤولية في اليوم الأول، وكان الهدف الرئيسي ليها تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد والمتميز، واللي هو مركز ثقل على مر التاريخ في حركة التجارة والنقل العالمية، والذي يستحيل تكراره في أي نقطة تانية من خلال حركة التجارة العالمية. فكان بدأ العمل على تطوير منظومة النقل لتحويل مصر لأكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي، ده من خلال الربط الداخلي القوي مع بعض البعض، ثم زيادة معدل ربط الدولة المصرية مع محيطها الخارجي، وده من خلال عدة أدوات اللي كان من ضمنها تطوير الموانئ البحرية مع ربطها بشبكة النقل الداخلية سواء كانت طرق أو سكة حديد. النهارده أنا عندي كان في 15 ميناء تجارية للدولة المصرية، منهم 9 على البحر الأحمر و6 على البحر المتوسط. تم زيادة هذه الموانئ ليصل إلى 18 ميناء، تم زيادة الخدمات المقدمة وتطويرهم بالكامل وتحويل كثير منهم لموانئ محورية من خلال عمل مساحات تخزينية أكبر وزيادة القدرة التعبئة لها، الربط السككي بين الموانئ لزيادة الخدمة المقدمة وتعميق الغاطس لأكثر من 18 متر يصل بعض الأماكن ل 22 متر، زيادة الأرصفة لتصل إجمالي الأرصفة داخل الدولة المصرية ل 100 كيلو وده رقم كبير جدا، زيادة الصخور الخاصة بصد الأمواج، تطوير المنظومة بالكامل وخضوع بعض المناطق لتصبح مناطق حرة على سبيل المثال وليس حصر زي ميناء أبو قير. الربط مع هذه الموانئ أدى إلى ظهور مناطق لوجستية، دي على طول بتفتح لمجالات لفرص عمل واستثمارات كبيرة في أماكن كانت محتاجة لده. من ضمن أهم الأماكن ومن أهم المحاور اللوجستية طابة العريش، ده محور مهم جدا بيربط ميناء طابة بالعريش وبيساعد على زيادة حصة مصر من حركة التجارة، أيضا السخنة الأسكندرية وصولا لمرسى مطروح اللي هو الخط الأول للقطار السريع، مسار موازي لمسار قناة السويس اللي بيمر منها أكثر من 12% بيصل ل 15% من حجم التجارة العالمية، ومن 22 ل 30% من حركة تجارة الحاويات على مستوى العالم، ده بخلاف ناقلات النفط والغاز الطبيعي. فكان الهدف زيادة مصر من التجارة العالمية من خلال تطوير هذه الموانئ صحيح وتعميق الغاطس الربط فيما بينها. صحيح دكتور، يعني بناء على المحاور اللي حضرتك طرحتها الآن وفي هذا الإطار، كيف يمكن تعزيز مكانة مصر من هذا المنطلق كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستي وتجارة الترانزيت؟ خلينا أقول لحضرتك إن إحنا كنا دايما بنقول مقولة مصر هي مفتاح أفريقيا، ده بيتم تفعيله على أرض الواقع من كثير من التفعيلات اللي تمت على أرض الواقع بعد تجهيز مصر وتهيئة الأسباب بشكل كبير. النهاردة بنشوف دخول مصر في البريكس وغيرها من الاتفاقيات العالمية، وده ما كانش هيجي غير بتهيئة الأسباب لده من خلال توفير البنية التحتية والربط الداخلي القوي، فتح منافذ وتطويرها بشكل كبير. النهاردة عندي ميناء جرجوب، ميناء بكر جديد في منطقة استراتيجية مهمة جدا قريبة من الأسواق الأوروبية، في طلب على الاستثمار فيها بشكل كبير. الموانئ البحريه اللي عندي زي ميناء العريش وتطويره بشكل كبير ايضا واهميته الاستراتيجيه عندي في حركه التجاره العالميه، الكثير والكثير من الموانئ اللي بيتم تطويرها واللي اصبح في طلب كبير على الدخول في شراكات لعمليه الاداره والتشغيل، وده من باب الاستثمار. وخليني اقول لحضرتك النهارده مصر بمجرد ما اعلنت عن الاستثمار في مجال النقل في هذا المجال تسابقت كبريات الشركات العالميه، انا عندي اكبر 5 شركات في النقل البحري على مستوى العالم دخلت في إدارة التشغيل والصيانة والإدارة لكثير من الموانئ اللي عندي في كل المناطق اللي بتغيرها بشكل كامل، عمل قيمة مضافة لهذه الموانئ من خلال إضافة مناطق لوجستية ومناطق صناعية. النهاردة من ضمن المناطق اللي ظهرت عندي نظرا لقربها من موانئ السخنة منطقة طربول، مدينة طربول مدينة بتتأسس على مساحة 26,000 فدان، الأكبر من نوعها على مستوى العالم، من أكبر مناطق صناعية على مستوى العالم، مناطق بحثية ومراكز صناعيه وتجاريه ومناطق لوجستيه وغيرها من الانشطه في منطقه كانت من المناطق الاكثر احتياجا، جنوب شرق الجيزه في مركز افريح وغيرها من المناطق اللي بدات تظهر عندي في احتياج
لوجود مواني جافه في المحافظات الداخليه، نظرا للربط القوي مع المواني مع تصوير هذه المواني. النهارده بنشوف ظهور مواني جافه في بني سويف والفيوم وفي سوهاج، ودي كانت مناطق داخليه، ده كان بسبب تطوير المواني البحريه سواء البحر الاحمر او البحر المتوسط مع زياده معدل الربط معاها بشكل كبير. زياده معدل ربط مصر بمحيطها الخارجي اللي زي ما قلت لحضرتك احد ادواته هي المواني الخارجيه، ده اثر في دخول مصر في كثير من الصفقات العالميه اللي بتشجع على زياده حصه مصر من التجاره ودخول المستثمرين وتقع اطراف. صحيح. ونؤكد ايضا يا دكتور على الترابط بين طرق النقل المختلفه، النقل المواني والنقل البحري وربطه بالنقل البري، وارتفاع طبعا جوده ومستوى الطرق، هذا الى جانب يعني التحديث الدائم والمستمر في السكك الحديديه واثره على حركه التجاره عبر مصر باعتبارها بوابة للاستثمار في إفريقيا. دي حقيقة يا فندم، يعني أنا النهاردة شبكة السكك الحديد بتعمل بالديزل بعد تطويرها لتصل إجمالي أطوال الشبكة ل 10,000 كيلو، هتصل القدرة الاستيعابية ليها لنقل حوالي 13 مليون طن سنويا و2 مليون راكب يوميا، بعد إضافة بقى 2250 كيلو متر قطار كهربائي سريع على شبكة السكك اللي عندي مع ربط المواني مع بعضها البعض بربط سكك، هتزيد القدرة الاستيعابية للقطار السريع ليصبح 10 مليون طن سنويا و2 مليون راكب يوميا، ليصبح الإجمالي 23 مليون طن سنويا بالنقل السككي و4 مليون راكب يوميا. طبعا ده رقم كبير بيحافظ على شبكة النقل اللي عندي، بيصل لمناطق كانت مناطق بكري وجديدة، الربط من خلال محاور عرضية ربطت أقصى الأرض بشمال ووسط وجنوب الصعيد مع مواني البحر الأحمر، واللي تم افتتاح عدد كبير منها بالأمس، كل دي كانت بتفتقدها الدولة المصرية، ساعدت في سهولة دخول المستثمرين في مناطق كانت متعطشة ومحرومة لمثل هذه المشروعات، غيرت من المناخ العام. عندي بنجمع النهاردة عند وشكا وفرع عوينات والداخلة والخارجة محور جديد للتنمية. المناطق الخاصة بالصعيد بعد عمل محاور عرضية وربطها بالمواني البحرية وتغير جذري في هذه المناطق بعد ما كانت في العهد السابق كانت بتتمثل عبء من خلال توليد إجراءات داخلية للبحث عن فرص عمل، أصبحت مناطق جاذبة لفرص العمل بعد دخول كثير من المستثمرين ووجود كثير من الشركات القومية العملاقة بها. وكل هذا يدعم في النهاية حركة التنمية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله أبو خضر أستاذ الطرق والنقل، كنت معنا عبر الهاتف.